التشكيله اللي غيدخل بها غيدخل ب 4-4 4-3-3، وكنتمنى يدخل بن شرقي كمهاجم. راه شفناه حنا حرت ليه عوازه مولف بالاجواء الافريقيه، يعني هذاك اللعاب صناعي محترف. الحمد لله راه عندنا تشكيله نقدروا نجيبوا تاول من ابيجا. عادل الشعراب، شحاريش، اشرف حكيمي. تشكيله حيدوا من ابو صوف، بوصوفا ما مسلكشناش، يدخل لنا زياش وبوفال، وان شاء الله راه غادي ندوزو المونديال ديال روسيا. كيما عارفين كاملين التشكيله اللي تلعبات ضد الكابون مزيان، 4-3-3. اللي لعبات ديك المره انا كنتمنى تلعب تعاوتاني تعاود تلعب، كانت صراحه كانت واحد فريق زوين بزاف ومنظم واحد التشكيله زوينه بزاف، هادشي اللي عجبني بزاف، وحتى اللعب لعبوا مزيان. كاين واحد الشاب حاريت داك تبارك الله عنده ميغو. زياش كيلعب كره سهله. تعرفش عنده كره صعيبه كيبقى يقلب، حنا ما مسلكناش هذاك اللعب. ما كرهناش روناري يعتمد على عادل الشعراب لانه في الروح ديال الوطني وحاس بالروح اللي كيعيشوا بها المغاربه، وما كرهناش نتاهلوا حنا كاملين مع كرونار لا دخل شي تعرفش ولا اي واحد غيكون في بلاصه تعرفش الا غيقدم واحد الاضافه. الخطه راه هي هذيك، حيت هو ماشي بحالنا حنا، هو اللي غادي يعرف كيفاش غادي يدخل الفرقه. حنا بغينا يفرحنا ويفرح الجماهير المغربيه.